الطلاب هسه وصلنا في تجهيز سكاكين التفريز، وصلنا الى المرحله الثالثه. يعني وراء ما وضعنا حامل السكاكين بمكانه بالمكان مالته في مخروط عمود الدوران، نتاكد من الثباتيه مالته، نتاكد من ثباتيته على المساند. طبعا المساند هاي المساند مالته تاكدنا، نجي نقعد كرسي الاسناد بحيث يشيل الطرف الاخر لحامل السكاكين. قعدناه التقعيده الصحيحه مالته، نسوي طرقات خفيفه، طرقات خفيفه ندخله هالصغرات هالصغره. بابا هاي قعد القعده الصحيحه مالته. نجي شو نسوي بورا ما تاكدنا انه هاي قعدته صحيحه؟ شو نسوي؟ نجيب الصاموله، هاي الصاموله، ونضبها بالايد، ونضبها هالصوره هنا ورا ما صارت شويه قويه ما تنخاب. شو نسوي؟ ناخذ المفك هذا ونبدي نقفل هالصوره، نقفل بحيث شنو نتاكد باب النهايه مالته مو قفل، لازم ايش قد يبرز اقل شيء فد 3 ملم، اقل شيء 3 ملم، بحيث قاعده السكين تكون قاعده بصوره صحيحه وما بها اي ملعب، وكذلك الحلقات. قعدنا هسه قعدتها اخر شيء، شو نسوي؟ كرسي الاسناد نقفله قفل نهائي بواسطه هاي الصاموله. نجي نحرك هاي الصاموله قفلت، نجي هنا نستخدم المفك، نستخدم المفك طبعا بهالصوره، ونبدي نشتغل نقفلها الى ان يوصل للنهايه. قفل ابني بهالصوره، تاكدنا من عنده ثبت بمكانه، وبهالصوره يكون احنا جهزنا سكاكين التفريز للعمل عليها، ويعني كمل التجهيز هنايا للخطوات الاخيره.